خير شوفي سرقتني تليفونات. فوتي شوفي قبل ما اقول لك شوفي هي السياره اللي جيتي فيها لمين؟ هي لرفيقتي وزبونتي بالصالون سافرت كم يوم وتركتها معي. المهم هلا قلقتني شوفي. دقوا علينا جماعه الامان قال لا اطلعوا من البيت لحتى نخبركم. ليش؟ ما بعرف مستشبهين بشي عم يدوروا على شي عم يدوروا على حدا ما بعرف. المهم بدنا نضل هون بالبيت. يعني بدنا نضل محبوسين بالبيت؟ ايه محبوسين بالبيت يا حبيبي. يعني فوق الموتة عصة قبر. ليش بنتك عم تبكي؟ طيع بيطلعوا اسنانها عم يجعوها. عم يطلعوا اسنانها ولا مرتك اللي مو خرج تربي ولاد؟ يا لطيف يا لطيف شو إلك خلق؟ اسمعي هند أنا هذا الشيء اللي عم تعمليه مع ريما شايفه وسمعانه وساكت عنه. هلا مو وقت نحكي فيه بعدين بنحكي فيه لأنه هلا اللي فينا مكفينا. قولتك أخي اللي فينا مكفينا. آخ منك آخ. مو مشكلة إذا مو اليوم بكرة دير بالك على المحل لأنه على الأرجح مالي جاية. ليش صاير معك شيء؟ لا شوية عي ومشاكل بالبيت. يلا هلأ باي. الله معك. وبعدين رح نضلنا هيك محبوسين بالبيت؟ انا شغلي فوق راسي. هند لا تجعلي انا ما دخلني مثلي مثلك ولا انت محسوبه على غير اهل البيت. اشتقت لك كثير هلا. وانا كمان حبيبتي. كيفك هند؟ منيحة الحمد لله.